السلام عليكم، حياكم الله أخواني وأخواتي، أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير للجميع. تقبل الله طاعات للي خرجوا من صلاة الفجر الآن، الإخوة الرجال اللي راحوا على المسجد تقبل الله طاعتكم، والأخوات اللي صلوا في البيوت تقبل الله طاعتكم، الله يجعل ميزان الحسنات. أنا عم ببث لكم من كندا أو شرق كندا أونتاريو، فأنا لسه عندي ما صارتش 12 بالليل، لذلك صباح الخير لمعظم أهل بلاد الشام، حياكم الله. اليوم في جزءنا الرابع من كيف تكسب قلب زوجتك، هي محاولة لإعطاء شيء من اللهم صل على سيدنا محمد، يعني الملحوظات من واقع الاطلاع والقناعات والخبرة العملية في الجلوس وحل المشاكل الأسرية. والرسائل اللي عدة أيام ماشي فيها، وهي مخصوصة بشكل خاص للمتزوجين اللي عندهم أولاد بشكل خاص. طيب ساعدوني الله يكرمكم نكسب الوقت. الصوت 4 5 أشخاص أو أكثر يأكدوا لي أنه صوتي واضح حتى أبتدئ إن شاء الله نكسب الوقت. تكرموا علي إذا سمحتم، هل صوتي واضح؟ صباح الخير للجميع طبعا، ومساء الخير للي معي في شمال أمريكا، في أمريكا وكندا. حيا الله أخ نافذ، أهلا وسهلا، الله يكرمكم ويبارك فيكم ويجزيكم الخير جميعا. جميل ما شاء الله، اهلا وسهلا اخت سمر واخت رنا واخت هبه الاخت اسماء والاخ محمد، الله يجزيكم خير. تمام ما شاء الله، ممتاز، معك حق يا نافذ، صح، استعد واستفيد ان شاء الله لما تتزوج باذن الله. طيب اكدوا لي، انا ثلاثه اكدوا لي، كل شيء واضح تمام، محتاج من اكثر من بلد 100%، ومن اكثر من جهه الصوت واضح. الاخ مراد النجار والاخت امل الصوت واضح، أبو عبد الرحمن جزاكم الله خيرا، ممتاز. طيب طيب يا أخوي يا أخوات، لابد أني أطلب منكم الخدمة المعتادة، إذا تكرمتم ودخل أي شخص أخ أو أخت وقال الصوت مش واضح أو الصورة بترج أو إلى أي نوع من هذا النوع، أنتم ردوا عليه مشان ما يشوشني. والنقطة الثانية، الله يكرمكم مشان ما أرد أنقطع زي ما عم بتصير، إذا دخل أي أحد وقال الرجاء رقمك إيميلك تليفونك للضرورة، بكل بألطف طريقة بتقدروا عليها اكتبوا له كلام بما معناه انه الدكتور كل بث تقريبا بيعمم على انه بكل ود واحترام ما بيقدر يتعامل مع اللي عم بطلبه رقمه الشخصي بسبب انه العدد ضخم جدا وما بستطيع اتعامل معه. طيب اذا يا اخوة، اليوم هو جلستنا الرابعة باذن مولاه عز وجل حول موضوع، لاحظوا بدي اخصص مشان يكون كلام واضح، اذا بدك الفائدة بدك تخصص. كلامي موجه للمتزوجين اللي عندهم أولاد، ماشي؟ بالأجزاء والنصائح هي كيف تكسب قلب زوجتك، والسبب اللي دفعني من كثرة ما بجلس مع متزوجين عندهم مشاكل، واللي مشاكلهم تدور حول عدم وضوح الرؤى. طبعا في بعضهم اصلا اسس انتقاء كانت خاطئه، لكن احنا الان متزوجين وعندهم اولاد، بدناش نقعد نرجع لورا ونقول يا ليت وياكم. الان ربنا قدر صرت مخلف منها 4 5 اولاد وانت رضيتي فيه وهو رضي فيك، يمشينا الموضوع. فاحنا بنناقش واقع، احنا مسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، في بعض الاحيان مش كل شيء ما نتمناه يحصل، في عندنا منطق في قضيه كيف تتعامل مع الواقع وتحاول تغير قدر الاستطاعه، تخفف من الضرر تكسب اجر، نوع من البلاء والابتلاء. لانه احنا ما عم نحكي الان، انا ما عم بجلس بحكي مع شباب مقبلين على الزواج وامامه خيارات كيف يفحص، ولا عم بحكي مع اخوات ما زالت في مرحله صغيره وغير متزوجات عزباوات وبدهم ينتقوا الرجال وما زال معهم حريه الاختيار والرفض لعشر عرسان وعشرين عروس، لا عم بحكي مع متزوجين. الان من ضمن النصائح السريعه اللي قلتها في الحلقات الثلاث السابقة بشكل سريع، بدي أذكر العناوين. بالجزء الأول تحدثنا عن ضرورة المبادرة بالكلمة الحلوة كل ما تدخل على البيت، وحكينا عن موضوع التغافل، وقلنا وليس الغبي بسيدا في قومه لكن سيد قومه المتغابي، وأهمية التغافل عن الصغائر. وتحدثنا عن المدح، مدح الرجل لزوجته فيما تفعل. وتحدثنا في الجزء الثاني عن بذل الجهد ألا تدخل البيت إلا مبتسما حتى يبتدأ الخير وتقطع طريق على الشيطان. وتحدثنا في الجزء الثاني عن التقدير للجهد التي تبذل زوجتك، حسسها بأنك تقدر بلسان حالك بتعابير وجهك بمواقفك بأفعالك بردود أفعالك.
وتحدثنا عن موضوع الإعذار في حال التقصير، بمعنى يكون عندك تعذر، تتقبل العذر سواء مباشرة أو غير مباشرة. وبحكي هذا للمتزوجين، لأني نبهتكم عدة مرات إنه العرسان بيكون لسه مش حاسين بالمشكلة، وهم خاطبين مش حاسين، وهم لسات بعد ما يتزوجوا، وإذا تأخر مجيء الأطفال لأي سبب من الأسباب سواء بالتخطيط أو بقدر الله سبحانه وتعالى، بيضل عايشين بنوع من زي اللوف بيردز، يعني حياة سهلة. ونس إجا طفل على الحياة كل إشي بتغير، فبتغير كثير من الأحيان إذا ما كانوا مستعدين لأشياء سلبية. فالرزقة الرائعة هاي اللي يفترض تكون من أجمل الهدايا في الحياة، للأسف عدم القدرة على التعامل معها بتعمل إشكاليات. فالإعذار خلينا نقول في حال التقصير، الحذر من الجفاف العاطفي. الآن بعد ذلك انتقلنا في الجزء الثالث، هذا للي ما كان حاضر معنا مشان يفهم السياق اللي أنا ماشي فيه. في الجزء الثالث تحدثنا عن إياك من القنبلة القاتلة التي تقتل النساء على كوكب الأرض، ألا وهي العبارة بين قوسين: أنا نفسي أعرف شو كنت بتسوي في البيت. أنت شو كنت بتسوي طول النهار؟ حكينا عنها الحلقة أو الحصة الماضية حسب الإخوة في المغرب الآن. وتحدثنا عن إياك وبين قوسين تحميلة الجميلة، اللي هو إحساسها دائما بالتفضل عليها فيما هو واجب عليك، وخاصة في الموضوع المادي، وفصلنا في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع. اليوم الجزء الرابع. طبعا أنا بكون حاطط عندي أشياء كثيرة، بعض الأحيان بكون حاطط 5 نقاط بحكي منهم 2 وبغلق الحلقة حسب تعبي وجهدي وقدرتي والأمثلة تخطر على بالي، لأني أنا اللي بسويه أنا بحط فقط رؤوس أقلام، يعني عفوا أنا ما بحضر، مش حاطط أمامي برزنتيشن رسمية وإشي، هذا بما يفتح الله سبحانه وتعالى، بس بحط النقاط الأساسية بعض الأحيان من ذاكرتي، ومشان ما أنسى التفاصيل عم بصير بطبع على ورقة بكتب هيك بشكل سريع بما يفتح الله. الآن ركزوا معي يا إخوة، وكلامي للإخوة المتزوجين اللي صار عندهم أولاد، انتبهوا. من ضمن طبعا اللي بدي أحكيه الآن ينطبق على اللي ما عندهم أولاد واللي عندهم أولاد، لكل المتزوجين، وخاصة كلما تقادم الآن في نقطتين حساسات جدا لها علاقة بالعلاقة الحميمة بين الزوجين. هذا الأمر يتعلق بكل الأزواج ماشي، ولكن كل ما تقادم الزمن، كل ما المشكلتين اللي بدي أحكي عنهم الآن أو الثلاثة أو الأربعة بيزدادوا سلبية، فلازم نحرص عليهم. النقطة الأولى أخي الكريم، وسامحوني يا إخوة معلش، أنا لازم أحكي معكم بصراحة، لأنه ديننا قائم على العلم وقائم على الصدق، فإذا إحنا ما تناصحنا بالخير في بيوت عم تهدم يا إخوة. واحد، إياك أخي الكريم وأن تطلب زوجتك للعلاقة الحميمة وأنت قد أهنتها قبل قليل أو قد مددت يدك عليها. وللأسف أنا بقولكم من واقع، أنا إلي سنين طويلة جدا بجلس وبسمع للمشاكل وبشكولي أزواج وزوجات، وبجلسوا بوجه بعض أمامي، بعض الأحيان الزوجة بتشكي، بعض الأحيان الزوج اللي بيشكي، ويعني شيء بيبكي إنه لما تسمع بعض الثقافات في الدول العربية، جزء من ثقافة الرجل، ركزوا معاي، جزء من ثقافة الرجل إنه لما يعصب بضرب، أو الأقل منها بهين، بجرح بجرح بجرح، بعد ساعة ساعتين ثلاثة يطلب منها العلاقة الخاصة أو العلاقة الحميمة، سواء طريقة مباشرة أو غير مباشرة، يأتي يتودد لها خلاص بده يفرغ شهوته. الآن يا رجل، قبل شوي من تضاربها قنبلة نووية لسانك جارحها، يمكن بدها أسبوع لتطلع من الكلمة القاتلة اللي قتلتها فيه، أو مديت. أنا مش قادر أستوعب، أنا لا أستطيع أن أستوعب كيف في شخص بمد إيده على مرته وفي نفس الوقت بطلب منها ذاك العلاقة الخاصة، مش بتخشش في المخ. والله أقول لك، والله يمكن حتى لو آلة كمبيوتر أعطيته المعلومة راح يوقف يصير مش فاهم. أنا مش قادر، المشكلة موجودة وموجودة، ما بدي أعمم أقول طامة، ما بدي أقول ظاهرة، لكن لها وزن ونسبة الشكاوي مش بسيطة. فإذا أردت فلنتق الله، نحن بالدرجة الأولى هويتنا إسلامية، وهذا لا يجوز شرعا، ما بيصير على أسخف شغل الواحد يعصب يهين يشتم يسب يمد إيده بعد شوي قال يطلب حقه. والمشكلة أنه بيكون ضاربها أو مبكيها أو جارحها أو أهانها أمام أولادها، وبعد شوي بيستخدم سلاح أنه إذا الرجل طلب المرأة ولم تجبه باتت تلعنها الملائكة. ويا أخوة، ما إحنا جزء من اللي بيخلي بعض الزوجات مش يكرهونا، لا، يكره الدين الإسلامي، هو سوء استخدامنا للدين.
الدين لما نزل لعلاقة طبيعية، لما المرأة تكون ناشز وأنت ما تكون مقصر بكل أمورك وعم بتأدي دور الرجل بالقوامة والأدب والاحترام والرعاية والمحبة، وكانت أخلاقك مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، وثبت عنه وتزوج العديد من النساء، وثبت عنه أنه في حياته لم يهن امرأة قط، ولم يضرب ويستخدم يده في ضرب طفل أو امرأة في، لم يكن في قتال. موضوع القتال موضوع ثاني، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جندي في الدفاع عن دولته، لكن في حياته العادية مع زوجاته مع بناته مع الأطفال يتعامل، لم ثبت عنه بالثلاث وعشرين سنة لم يستخدم يده لضرب امرأة أو طفل قط صلى الله عليه وسلم. فواحد يجي يقول لي سوء استخدام الوضع في حالة خاصة جدا 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 للمرأة الناشز، هذا موضوع ثاني، هذا حالة لها تفصيل آخر. أما مش كل شيء مش عاجبني على أنا بعصب هيك متعود أروح أهين أشتم أسب أمد إيدي، بعد شوي قال بده يشبع رغبته الشخصية. خطأ كبير جدا، جريمة أخلاقية لا تغتفر، وما بيصير نزيد الطين بلة ونستخدم الدين اللي هو إن الرجل إذا دعا زوجته ولم باتت وتلعنها الملائكة، فهذا بنيجي نستخدم السلاح فبيزيد حقدهم على مين؟ مش عليك، لا انت مطلعينك برا الحساب من زمان. مشكلة بشريك الإسلام، وإذا زاد عيار أكثر والعياذ بالله بعضهم بضرب عنده الكذب والعياذ بالله بصير يكرهه ربنا سبحانه وتعالى، لا بسبب سوء استخدامي واستخدامك للدين. فلنتق الله سبحانه وتعالى. زي بعض الإخوة اللي بيستخدموا التعدد، التعدد جزء من الإسلام، شاء من شاء وأبى من أبى، مش أمجد قورشة ولا محمد ولا زيد ولا عبيد اللي بيغيره، يعجب ما يعجب ما يعجب، تعدد شرع له تفاصيله. بس وين مشكلتي أنا؟ لما يجي واحد يعدد ماشي ويكون راح لكزوا معي، يكون بحياته ما صلى وما صام وما بيزكي ومش ملتزم بكل أحكام الشرعية، ريحة دخانه وقرف لثته وسنانه وشفايفه بتخلي الواحد بده يراجع على بعده 10 متر، وبيأرجل بسب بيشتم بغتاب ببصبص في الشارع، يعني بخلاش من كل في الإسلام ولا إشي، بيجي بيبيع دونم أرض دونمين أرض، فجأة بصير معاه نص مليون ربع مليون، ما بتصحى مرته عليه غير متزوج واحدة قد بنته، بيجي بتحكي معه يا أخي الله في القرآن سمع، هذا صور تعرف الله في القرآن، الله 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 الله. طبعا أنا بعرف أنه الله سمح، بس ما هو أنت مشكلتك، أقول لك أنا ما إلي علاقة فيك، أنت بينك وبين الله يعني ربنا يهديك وتكون خيرا مني. المشكلة يا أخي الكريم أنه أنت لما تستخدم الدين بهذه الطريقة، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، المشكلة يا أخي الكريم لما تستخدم الدين بهذه الطريقة بتخلي المرأة اللي هي زوجتك أو غيرها أو قريباتها يكره القرآن ويكره الدين ويكره الإسلام ويكره الدنيا كلها. فلنتق الله سبحانه وتعالى. ويا ما سمعنا بهالقصص، بتكون واقفة معاه إلها 25-30 سنة بالحلو والمر، وصبرت معاه وثبتت ما لحقت إن كذا. طبعا ديروا بالكم، إياكم حدا يفكر إن أنا والعياذ بالله بعترض على شرع ربنا في موضوع التعدد، أعوذ بالله، هذا ربنا يشرعه، وهذا إله تفصيلاته، مش هون موضوعه. بس أنا نقطتي عم بقول اللي بيجي عم بقيس كيف اللي بيشتم بضرب بسب بهيم وبعدين بطلب العلاقة الحميمة، هذه جريمة. مثل اللي بكون ما بيصلي وما بيصوم وما بيزكي وبيدخن وبيأرجل وريحته طالعة وحالته حالة وكل المحرمات بتطلع عليها، ولما يجي بده يعدد وفجأة بدون أي سابق إنذار وبنسى كل إشي، لا وبهين وبظلم وممكن يطلق الأولى فجأة وما يعطيها حقوقها، ويتحجج بإيش؟ إنه القرآن سمح. يعني هسه شو تعرف القرآن هسه؟ مو على الأقل مشان أنت يحترم الشرع اللي عم بتطبقه، خلي عندك تكون ماشي بي 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 بطريقة راقية رائعة جدا، أنك أنت بتطبق كل الشرع وإجيت هذا ما حد يمسك عليك ما يمسك على الأقل. المهم هذه أولى، بدي أربط هاي النقطة وخطابي للرجال بالنقطة اللي أقل منها بشوي، أقل حدة ومشكلة. الرجاء يا أخي الكريم، وإحنا الأصل أنه أعظم ما يهذبنا ديننا وديننا وشرعنا، من فضل الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا إلا وتحدث عنه في ديننا. كن منطقيا لطيفا مؤدبا عند
طلب العلاقة الخاصة مع زوجتك خليك تكون ذكي. العلاقة بين الرجل والمرأة مش علاقة بين روبوتين آليتين بس مجرد عفوا يحتاج خطر على باله كبسة زر يصدر الأمر يتم الأمر. لا 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 أخي أخي، العلاقة عاطفية نفسية أحاسيس مشاعر، والمرأة كتلة من الأحاسيس والمشاعر. فأنت مجسات الاستشعار عندك تطلع على الظرف اللي هي فيه. يعني أبسطها مثال قد يتكرر كثيرا عند النساء، تعبانة تعب شديد، صداع شديد جدا، مش لأنه أنت طب أقول لك وأنا عندي حاجة. إحنا فاهم عندك حاجة يا أخي، هو المراعاة كيف يصير الحب الحقيقي. بعض الأحيان واحد بيتخلى عن حاجاته مراعاة لحاجة شريكه في الحياة زي أي شيء آخر. يعني مثل ما أنت لما كنت مش قادر تدفع فلوس لأنه عندك مشكلة مع مديرك اللي فصلك من العمل، وهي متمنية إلها سنة بتحلم بشيء تسويه وما عملته، صبرت سكتت ما نقت ما عملت. طب هي كان عندها حاجة كمان، وكون متمنية تحضر العرس بفستان جديد، ومتمنية تروح تزور أمها مثلا إذا كنتوا مثلا بدولة خليجية، وسكتت عن حاجتها وعن شهوتها وعن رغبتها مراعاة إليك. فأنت كمان بعض أحيان بدك تغمض عينك عن حاجاتك إذا كان ظرفها صعب، مريضة تعبانة، مش انه والله خلص انا المهم حاجتي انا تتلبى. هنا بينزرع لا قدر الله مفهوم انت بتصير صورتك الاناني عندها. يا شيخ مو هذا حاجتي الطبيعية. فانا فاهم، انا بقول لك بعلاقة متكاملة، احنا عم نحكي على السلسلة. انت انسان وهي انسان، انت عندك احاسيس وحاجات ومشاعر ورغبات، وهي عندها احاسيس ومشاعر وحاجات ورغبات. العلاقة بيناتكم مش علاقة آلية، انت مش روبوت رجل آلي ولا هي امرأة آلية تكبس زر خلاص مجرد ما هكذا تورد الإبل. أنا بنصح نصيحة، عم بحكي لكم نتيجة الاطلاع على عشرات بل مئات الحالات من الإشكاليات. الآن النقطتين تبعون بداية الحلقة الرابعة، إياك أن تطلبها للعلاقة الخاصة بعد أن تكون والعياذ بالله أهنتها وضربتها. واحد بيقول لي طب ما هو أصلا الإهانة والضرب غلط قاتل أصلا، ماشي. أنا عم بحكي على إنه الناس اللي بيعملوها وفوق ذلك بروح بطلب ذاك الموضوع، هذا بتكون جريمة مضاعفة مش مركبة مكعبة. والنقطة الثانية زي ما قلنا، كن حساسا وراعي، شوف الظرف النفسي الجسدي التعب إلى آخره قبل أن تتطلب ما لك. هذا مما يزيد الاحترام والود وبيخلي العلاقة الحميمة بيناتكم لها متعة، ويتم من وراءها الإحصان الحقيقي كزوجين بالحلال وابتعادكم عن الحرام. هذول النقطتين. الآن النقطة التي تليها بإذن المولى عز وجل، وهذا أيضا من الثابت عن بعض الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخي أبذل جهدك أن تتزين لها كما أنت تطلب منها أن تتزين لك، يعني خلينا نحكي بما يناسب زيت الرجال. والأهم من ذلك موضوع الرائحة الطيبة والعطر، تعطر يعني جس نبضها، كيف تحب هي أن تراك من اللباس كما أنت تحب أن تراها، استمزج رأيها ما العطر الذي تحب هي أن تستخدمه أنت كما أنت تحب منها. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال إني أتزين لامرأتي كما أحب منها أن تتزين لي. هذا شغلة خاصة بيناتكم، بمعنى كن منتبه أنه صح حاجة الرجل في أن يرى الزينة من المرأة أضعاف، لكن المرأة أيضا تحب أن ترى من زوجها زينة معينة، لباسا معينا، لونا معينا في اللباس، عطرا معينا. فاستمزج الرأي وكن ذكيا في الوصول إلى رغباتها، لأنها تحب أن ترى منك ما تحب أن ترى أنت منها. هذول الثلاثة. الآن هذول الثلاث نقاط لهم علاقة بشكل كبير جدا في العلاقة الخاصة الحميمية، فأرجو أنها تكون وصلت الصورة. الله يكرمكم ويبارك فيكم ويجزيكم الخير إن شاء الله. الآن في حلقة اليوم كمان بدي أحاول ما أطول زي مبارح، يعني أنا عم بتعب كثير عم بتأخر. وبالمناسبة للي بسأل أنت الناس معظمكم عم تسمعوني الآن عندكم صبح، أنا موجود في كندا، شرق كندا في أونتاريو، هذا سبب أني أنا ما زال عندي عتمة. طيب الآن من ضمن النصائح، لأنه إحنا شو عم نقول، شو عنواننا هو دكتور كيف اللهم صل على سيدنا محمد، كيف تكسب قلب زوجتك. من ضمن النصائح الذهبية اللي بنصح فيها إخواني المتزوجين، وبذكر الإخوة اللي بضلهم يسألوني طب ليش ما عم تحكي كيف تكسبين قلب زوجتك، رح نعمل سلسلة بعد ما أخلص كل الحلقات أو سلسلة من 4-5 أجزاء لكيف تكسب قلب زوجتك، ننتقل كيف تكسبين قلب زوجك. من ضمن النصائح في جزئنا الرابع هو
الآن نصيحة لوجه الله تعالى، إذا بدك أي شيء يمشي في البيت، تغيير معين، ماشي، تطور سلوك، أي شيء، دائما اطرح وجهة نظرك، ناقش وحاور واستمع، اطرح واسمع وناقش، ولا تلقي الأوامر. دير بالك، زوجتك غير عن ابنك، ابنك مأمور أمر بطاعتك ببر الوالدين، زوجتك شريكة حياتك. وتذكر أنت لست في جيش، وأنت لست القائد وهي الجندي، وإنما أنت في مؤسسة اسمها الأسرة. لك القوامة، صح، القوامة تعادل قوامة من قام على الأمر، أي أنت المسؤول القائم على الأمر، صاير زي مدير الشركة. مدير الشركة منصب المدير مشان يصدر الحل النهائي بعد ما يتناقش مع مجلس الإدارة ومع الموظفين. وما في مدير بقعد بس بالمكتب لحاله وبيضله ياخذ قرارات، لا لا لا، هو في الأخير لابد من مدير أو CEO أو الرئيس التنفيذي، مزبوط، لكن هذه مهمة تنفيذية بعد الاستشارة بالمنطق البدهي. فدرجة القوامة تعني الرعاية والإدارة، ولكن لا تمنع أبدا، بل هي قائمة على موضوع الاستشارة، وهذا بالمنطق البدهي والشرعي. لذلك الله يكرمكم، إذا بدك بيت رائع وسعيد ونتاجات رائعة جدا مع زوجتك بالدرجة الأولى، مع أولادك وبناتك الكبار والصغار، عودهم دائما بدك تعمل إشي حتى لو أنت شافه صح 100%، اطرحه، تناقش، اسمع، شوف وجهات النظر. إذا كانوا مش فاهمين وضح لهم، مش مستوعبين الفكرة اصبر عليهم، معترضين على المبدأ اشرح لهم تسويغك، ما زبطش في الجلسة الأولى في الجلسة الثانية والثالثة، هذا بيساعدك على أنه بيتك يكون قوي جدا جدا جدا. وتذكر برجع بقول، أنت لست في جيش، فلست القائد الوحيد والباقي كلهم جنود بنفذوا، لا، أنت في مصنع تشكيل المجتمع الأول، الخلية الأولى النووية، الأسرة، والمسؤولين رقم واحد أنت وزوجتك، وأنتما شريكان في الحياة. نصيحة ذهبية أنا بعتبرها، إن شاء الله بإذن الله أنها توصل. إذن نقطتنا الثالثة أو الرابعة اليوم في هذا الجزء الرابع هو اطرح، ناقش، استمع، كن مستمعا جيدا، حاور، برر، سوغ، ساعد، ولا تلقي الأوامر وتطلب فقط التنفيذ. هذا قد ينجح معك في البدايات، بعدين بصير ارتخاء وتفلت. وإذا شديت أكثر بهذا المنطق اللي أنا بعتبره منطق أعوج وغير صح، راح يصير في ربما كذب وربما تفلت من وراء ظهرك، وأنت الوحيد الخاسر. فأحسن إدارة بيتك، الله يكرمك ويجزيك الخير. النقطة التي تليها نصيحة لوجه الله تعالى، وهي راح أختم فيها اليوم لأنه لسه في عندي نقاط مش راح تكفي الحلقة اليوم. بنكون حكينا عن تقريبا 5 نقاط. نقطة اليوم نصيحة لوجه الله تعالى، إذا بدك تكسب قلب زوجتك، طبعا راح أوجهها للزوجات بعدين، لا تطلع أهلك على تفاصيل الإشكاليات في حياتك، خصوصياتك لا تطلع أهلك عليها، بل أطلعهم على الجميل منها وأخفي السيء إن وجد السيء. يعني القاعدة العامة، الأصل التفاصيل ما يطلع عليها أحد لكما، لأنه بتتغير بتتبدل، بتكونوا زعلانين من بعض. وهذا طبعا نصيحة أكبر لسه موجهة للزوجات، لأنه المشكلة الكبرى في هذا الموضوع الزوجات مش الأزواج. للأمانة الأزواج غالبا ما بيطلعوا أهاليهم على تفاصيل حياتهم بطبعهم غالبا، ماشي، لكن الزوجات عندهم هذه كارثة، 24 ساعة خط مفتوح بعض الأحيان، يعني بالنفس أول بأول، بس رح نيجي لها. بس بدنا نحكي الرجال، نصيحة لوجه الله تعالى، بدك راحة أكثر، بدك تكسب، لا تنشر غسيلك عند أهلك، لا من باب الكذا، يعني إن كنت ولابد فاعلا فانقل الجميل، انقل الصورة الحلوة، ماشي، لا تنقل سلبيات أولادك ولا زوجتك عند أهلك، لأنه بعدين أنت كلها مراحل تطور، بتروح تنقل صورة وهم بيشوفوا بعض مرة بالشهر أو مرة بالأسبوع أو مرة الكذا، الصورة السلبية بتضلها عندهم وتعرف تصلحها بعدين، بتكون أنت عملت خطأ كبير في حق نفسك وحق عيلتك. غير عن إنه زوجتك لما تعرف إنه أي شيء بينك وبينها كل سيرتها عند أهلك، خلاص تسقط العلاقة والمحبة والود والاحترام. نصيحة لوجه الله تعالى، لا تنقل خصوصيات البيت لأهلك، كل أهلك، لما أحكي أهلك بحكي عن والدك ووالدتك وإخوانك وإخواتك، إلا للضرورة صار مشكلة حوله لا قلت لا بالله بالحاجة، ماشي. أما زي ما بيقولوا ختي متي على الرايح وعلى الجا، كل إشي أول بأول خطأ كبير جدا. وإذا صارت خلافات
سكر عليها في الداخل، نصيحة لوجه الله تعالى، وبإذن الله راح تدعي لي إذا بترد. اللي ما برد على هذه النصائح راح بعدين راح يشوف مشاكلها وكوارثها. على كل حال أنا وقفت الآن، مش راح أطول كثير، بدي أشوف إذا في أسئلة. خلاصة اللي قلته اليوم، أعطيت النصائح التالية. النصائح الأولى: إياك أن تطلب زوجتك للعلاقة الحميمة والعياذ بالله وأنت قبل قليل قد أهنتها أو قد مددت عليها. اثنين: كن لطيفا حساسا بالمعنى الإيجابي راقيا، واستمزج الجو العام قبل أن تطلب منها العلاقة الخاصة، وراعي حالتها النفسية وضعها الجسماني و إلى آخره. والنقطة الثالثة: موضوع الزينة والعطور والنظافة وإلى آخره، احرص عليها كما تحب منها أن تكون في أعلى درجات الالتزام. أنت أيضا لا تنسى أنه هذا مطلوب منك. هذول الثلاثة بجهة. وبعد ذلك تحدثنا عن أنه إذا أردت تنفيذ أي شيء في البيت، ناقش، حاور، اطرح، وكن مستمعا جيدا ولا تلقي الأوامر، فلست في جيش، وليست زوجتك جنديا عندك، بل هي شريكة حياتك، وعليك أن تناقش وتحاور وتقنع وتستمع، وتكون هذا نمط في الحياة في البيت. والنقطة الأخيرة لليوم نختم فيها نصيحة لوجه الله تعالى: لا تطلع أهلك على مشاكلك وخواصك وتفاصيلك إلا الطيب منها، وحسن دائما من صورة، وبالذات زوجتك، تخصيصا زوجتك. يعني أنت حتى لو أطلعت بعض التفاصيل حتى السلبية، أولادك بالأخير، أولادك أولادهم هم بالأخير بحبوهم بتجوازولهم، لكن المشكلة الكبرى إذا تجوهت صورة زوجتك عند أهلك، أنه إحنا ثقافتنا العربية للأسف يكون إلهم متزوجة 20 سنة بيعتبروها غريبة، لسه إلها 25 سنة في البيت وغريبة. الغريبة الغريبة الضيفة اللي أبصر إيش تحكوش قدامها، تحكوش كذا. عندنا جاهلية في ثقافتنا بشكل عجيب جدا. على كل حال هذه نصائح، أنا لا أملك قدرة الله على الإلزام، أنا من واقع مشاكل بجلس فيها عمالي بنصح لوجه الله تعالى. من وصلته النصيحة وحب أن يأخذ بها، الله يتقبل منه. لم يعني يقتنع، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا دوري أن أذكر. الآن بشوف إذا في أي شيء متعلق باللي قلته، اللهم صل على سيدنا محمد، بجاوب عليه. واعذروني، كثير من الملحوظات يمكن أتجاوزها لأنه ما إلهاش علاقة في الموضوع. وشكرا لكل من بعث ولكل من دعا، وأعتذر عن أي إنسان يطلب الرقم لأني لا أستطيع بسبب العدد الكبير. وإن شاء الله زي ما قلت لكم عدة مرات، اللهم صل على سيدنا محمد، عم بحاول أطور وضعي. أنا الآن عم بتواصل مع يعني ناس مختصين، وإن شاء الله نوصل لترتيب إنه يصير التعاون عبر شركة مختصة في موضوع الاستشارات. وبدي أسير أنبهكم عند كل بث، الله يكرمكم، أنا الآن صار عندي فريق الحمد لله من أكثر من شخص عم بيساعدوني في موضوع اليوتيوب تخصيصا، إنه مواد الفيسبوك كلها عم تنتقل لليوتيوب. أنا مقصر في اليوتيوب للأسف، مع إنه اليوتيوب أهم من الفيسبوك بكثير للديمومة. يعني عندي حوالي 2 مليون على الفيسبوك، وما عندي لسه ما وصلتش 10,000 على شو اسمه على اليوتيوب. واحد بيقول لي طب أكيد هو القضية مش قضية الأرقام، بس هو إحنا عم نحكي بنحاول نوصل الخير. يعني فتخيلوا أنا الآن لو عملت هذا البث على اليوتيوب يمكن يتابعوا 500 ولا 1,000، بينما بعمله على الفيسبوك بيتابعوا 70 و80 و90 ألف و200 ألف إلى آخره. بدي هذا الخير على الأقل يصير في عندي تساوي. فقدر الاستطاعة إذا تكرمتم سيروا تابعوا اللي بحكي لكم إياه، ادخلوا على الصفحة، حاولوا ساعدوني في نشر صفحة اليوتيوب. أنا إن شاء الله بعد كل بث بعملكم رابط اليوتيوب، اللي مش مشترك يشترك في قناتي. طبعا لأكثر من سبب، بدي أحاول أوصل قناة اليوتيوب لأكبر عدد من الناس مثل الفيسبوك. النقطة الثانية أنه الفيسبوك ما عليه أمان، الفيسبوك التلاعب السياسي والأمني فيه بكبسة زر بشطبك. ناحية الأمان على اليوتيوب أعلى، فلازم أعدل ما بين تواجدي على الفيسبوك وتواجدي على اليوتيوب. لذلك الله يكرمكم، حاولوا دائما، حتى أنا عم بحكي إذا 4-5 هيك يتكفلوا فيها، دائما أنا بحكي معكم، اللي عارف فيكم اليوتيوب شانل تبعي يأخذ الرابط ويحطه ويقول الرجاء الاشتراك في قناة الدكتور أمجد. نحاول نعدل بالميزان، يعني يكون عندنا مثلا 2 مليون هنا و 100 ألف هنا على سبيل المثال. وجزاكم الله خيرا. الآن بشوف الأسئلة. حياكم الله جميعا، شكرا لكم جميعا، الله يجزيكم الخير.
عبود بيقول لي شو الحل مع الزوجة السليطة اللسان وعصبية ومستفزة؟ طبعا أخي السؤال كبير، اللهم صل على سيدنا محمد، السؤال كتير كبير وما في جواب واحد، هذا بده تفصيل. لكن بشكل عام بالعموم مش بالخصوص بقول، غالبا غالبا من الخبرة الزوجة خليكم معي شوي، الزوجة المستفزة والعصبية في الأغلب في أسباب تستفزها. إذا قدرنا بالحوار والنقاش إنه أشيل مساهمتي أو إسهامي أنا في هذه العصبية والاستفزاز وأعدل من أسلوبي في الحوار، بضمن لك 50-70% من الإشكالية تروح، بضمن لك. أنت اسمك صاحب القوامة، زوجتك بهذا الموضوع إذا كانت عصبية ومستفزة بدك تتعامل معها كما يتعامل الأب الرحيم مع ابنه وابنته. كيف بوجهه؟ بمتصه وبوجهه باختصار. طيب الله يجزيكم خير جميعا، سامحوني أنا في كتير ملحوظات عم أتجاوزها، يعني ما عم بوقف. عبد الله المجالي بيقول النسوان كيف عليك يا دكتور، كمية الدعاوى اجتك رهيبة. أخي ديننا دين الحق والعدل. أنا ليش ابتدأت بالرجال؟ أخي سبب من أسباب قدرة دخول أهل الباطل وحزب الشيطان ومتطرفو العلمانية، متطرفو الليبرالية وأصحاب الإلحاد والإباحية على قلوب النساء العربيات المسلمات هو جزء منه ظلم الرجال وسوء استخدام الدين. فلازم يعرفوا إنه هذا ما بيمثل الدين، مش ديننا هيك، ولا بيمثل الرجولة أصلا. ويعلم الله أنا ما أريد بذلك إلا أن أدافع عن ربي وعن ديني، لأنه أنا قلت لكم عدة مرات هذه هي أولويتي في الحياة. فلازم النساء يعرفوا أنه لهم حقوق في الدين، وأنه في رجال ظالمين، وأنه الدين يساء استخدامه، ولا كيف بدهم يحبوه؟ لما والعياذ بالله كمثال كلام الأخي عبد الله، لما يجي واحد يكون مثلا على سبيل المثال عامل كل الموبقات وبيعمل كل المحرمات وما بيسأل بربنا ولا بالدين ولا بالشرع، وفي نفس الوقت حقوق زوجته من ناحية المصروف مقصر فيها، حقوقها من ناحية التعامل بهينها بضربها، حقوقه حتى الشخصية في العلاقة الحميمية عدم مؤاخذة منكم جميعا، ريحته دائما طالعة، ريحة تمه طالعة بالدخان المقرف هذا، ما براعي كذا، بده إياها تتعطر وتترستك، وبده إياها مانيكان، وبده إياها ملكة جمال، وبده إياها تعمل كل يوم صبغة شعر، وهو ما بيكلف نفسه عدم المؤاخذة يعني يحلق حلاقة مليحة، ما بيكلف نفسه ياخد له شاور ولا حمام، ما بيكلف نفسه يحط عطر نهائيا. بس واقف أقول لك يا شيخ، وهو مش هي تلعنها الملائكة لما كذا، قلت بستنى شوي يا زلمة، مشان والله إحنا لو نحط حالنا محلهم إذا في أزواج هيك بيعملوه طبعا رح يكرهوا الدين، طبعا رح يكرهوا الدين. فلأجل هؤلاء لازم يعرفوا إنه هذا مش من ديننا، هذا بيمثل نفسه بس. والله أعلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الأخ عبد الله الله يحرق شيطانك، الأخ عبد الله بيقول لي دكتور ركز على موضوع الفانيلا للرجال والكشة للنسوان، الكشة يعني هي لما تكون عاملة شعرات وربطتها مغيطة هياها، لأنه هذول الأمرين سبب نفور الجهتين من بعض. والله معك حق، معك حق فعلا. الله يجزيك الخير. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم، حيا الله أهل مسيساقا، أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب طيب إذا شو إذا في إشي دايركت للي قلته. أبو مهند بيقول لي هناك خلفية موسيقى يا ريت تتجنبها. كيف أتجنبها أخي؟ موجودة في المحل. أنا قاعد في محل ومحتاج الإنترنت يعني مشان أقعد أحكي معكم، محتاج الإضاءة، ما لا أستطيع تجنبها والله. أنا منزعج منها لكن لا أستطيع تجنبها للأسف. الله يجزيك الخير. في أخونا عبد اللطيف يقول لي التعدد شرع ربنا سبحانه وتعالى ولكان الرجل فاسقا.
أظن فاس فآسف ولا فاسق. طبعا أخي أنا نقطتي مش هنا، أنا نقطتي أثر هذا على المرأة لما واحد يكون تارك كل أحكام ربنا وما يأخذ من الشرع إلا التعدد، كيف بدك تلوم المرأة اللي بتصير تكره الشرع لما يسيء استخدامه على يده؟ هنا نقطتي أنا. طيب الأخ أبو سلطان جاوبت أنا على الله يجزيك الخير. الرجاوي الناس طلعوا على الفضاء ونحن ما زلنا نتكلم عن قضايا عفى عليها الزمن. والله أخي هاي قضايا متكررة كل يوم بالعالم كلياته، من أكثر المشاكل في العالم يعني. بس أنا أحترم فيك إذا أنت، بس ما أدري إيش هي مساهمتك في الطلعة على الفضاء، هل أنت من طلعوا على الفضاء ولا برضك ما عم تحكي علينا بقضايا فاضية؟ والله أنا أحترم فيك أنك قدرت توصل الفضاء، بس إذا بتحكي لي هذا الحكي وأنت نفسك لسه ما من طلعتوا للفضاء، فشو الفرق بيني وبينك يعني؟ الأخ مازن يقول على الصوت المزعج. نعم أخي الكريم في صوت مزعج، بس لأني أنا بمكان عام وبحتاج للإنترنت والإضاءة والمكان. طيب يبدو ما شاء الله في أسئلة، المشكلة بلشتوا تسألوا أسئلة جامدة، كل سؤال بده حلقة. سامحوني في أسئلة بدها إجابات حلقة، رح أتجاوزها كلياتها. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا ممكن آخذ بعض، اللهم صل على سيدنا محمد، بعض الأسئلة ها اللي بتأخذ مني يعني بكون قادر عليها بإجابات سلسة. في بعض الأسئلة جوابها لا يكون إلا باستشارة خاصة وساعات يعني ما بنتفع. ما شاء الله عشرات وعشرات ومئات الكومنتات. طيب سامحوني معلش أنا قلت ما بدي أطول. طيب بدي أختم بس بهذا السؤال وإن شاء الله أني أقدر. أخ مراد بيقول هل تعتقد دكتور إذا دخل الضرب والسب فالطلاق أفضل، لأن الزوج إذا مد يده مرة فسينتهي كل شيء ولا يجب على الزوجة أن تخاف من الطلاق، ماذا تعتقد؟ شوف بالقاعدة العامة رأيي يفترض هاي العلاقة ما تتم إلا في حالة واحدة، انه اذا الزوجة اقتنعت انه هذا الزوج جاي من بيئة معجونة عجن، هاي ثقافة يعني، هاي يعني شيء بيعمله بدون تفكير، لانه ابوه بضرب وعمامه بضرب واخواله بضرب وامه بتنضرب للاسف في بيئات الثقافة كلها متقبلته، اشي كارثة بس موجودة. ما بدي احرج الناس، ما بديش احكي وين باي دول عربية، لكن في كوارث عندنا بعالمنا العربي. فاذا اجى من هاي البيئة وكان في صفات كتير حلوة أخرى وهذا جزء من ثقافته اللي تربى عليها وفي عنده عقل طيب وعنده بذرة طيبة وممكن بالشروط والضغط والخلينا نقول والوعود والمواثيق يتحسن لأنه في عنده خيرات كثيرة جدا زائد صار في أولاد، لا الأصل يتعاون ويعطى الفرصة مش كبسة زر نخلص. أما إذا غير ذلك والقضية فعلها وهو قادر يعملها تكبرا وقناعة بأن المرأة يجب أن تضرب، هذا لا يجلس معه، هذا الطلاق أولى أنا برأيي باختصار. هسه في أخ هنا بسألني سؤال بيقول لي أنت لبناني. أنا لهجتي لبنانية لهالدرجة؟ أنا أردني يا أخي الكريم، أنا من الأردن ولست لبنانية طبعا، وحي الله كل الأخوة والأخوات من لبنان وكل الوطن العربي، لكني أردني ولست لبنانيا. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. الله يجزيكم الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. مش راح أقدر أجاوب كل أسئلة، بحاول
أطلع عليهم بهدوء وأخذ بعضهم أجاوبه في حلقات أخرى. لكن أنا ما زلت ماشي بالسلسلة بالأفكار اللي عندي أنا أصالة. ختاما يا إخوة يا أحبة، اليوم أنهينا جزءنا الرابع من كيف تكسب قلب زوجتك، وهذه نصائح مخصصة للأزواج اللي عندهم أولاد بشكل شخصي. إذا ختمنا بالحلقة الخامسة بعدها سنبتدئ بسلسلة كيف تكسبين قلب زوجك، وتصير الرسائل للنساء بإذن مولى عز وجل. لا تنسونا من دعائكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.